أمس مقابلة الأخ الأستاذ السلطان كانت ركيكة، في توتر، ما عطانا المختصر المفيد في المقابلة. إحنا نبي المساواة، ونبي بس كلمة المساواة بين الخاص والحكومة. والأمس المقابلة حيل ركيكة، تحس الشخص مرتبك، لأن الإنسان مو داخل بالميدان. وأنا تربوية وأنا مدرسة وعارفة الميدان. إحنا جبنا تطوع، حطينا بنود أسئلة، بنود أسئلة مو من الوزارة، من المدرسين شخصياً، والبنود كودة 40-60 صفحة. أمس مقابلته أنا أقول لك إياها الأخ السلطان كانت ركيكة، كان متوتر، إحنا نعرفه شخصياً. ما في تقليل من المنهج، ليش ما قللتوا من المنهج؟ قللوا، جزاهم الله خير المدرسين. كإحنا مشينا نداوم، لا يقولون إهمال، لا بالعكس، عيالنا تداوم الصبح، وش اسمه، امتحانات يعطونا بالأونلاين، يعطونا تقارير نسويهم، كافي، هذا كافي. ليش إهمال؟ لا بالعكس، مو ليش إهمال، ما يصير يا أخوي. يعني إحنا تضايجنا في لازم المساواة، وإحنا نزولنا صراحة. وأنا شخصيا أمس يوم شفت مقابلة أخ أستاذ السلطان ركيكة، أقول لك إياها، وأنا تحاسب كلمتي. ليش أنت من الوزارة تطلع تتكلم صح؟ أمس ركيك المقابلة وفي توتر أخ السلطان.